بكل صراحة هذا إنجاز تنهدي به مدينة فاس وجميع مكونات جهة فاس مكناس، وتنطلبوا من الله باش نتوفقوا إن شاء الله في النهاية. وفي أول خطرة نظن في الوداد الفاسي وصل هذا الإنجاز هذا الكبير، وتنهديو لجميع المحبين والجمهور ماشي غير ديال الوداد الرياضي الفاسي ولكن كذلك ديال مدينه فاس وجهات فاس مكناس. تنطلبوا الله باش نتفوقوا ان شاء الله في النهايه. الحمد لله اجواء جيده بحضور الجماهير ديالنا كما شتي، جاوا يشجعونا يحمسونا في استعداد مقابله النهائيه اللي تجمعنا كونتر بركان، واللي مال الفوز بالكاس في اول مره في التاريخ، رغم مقابله ما تكون صعبه اما فريق قوي اللي تعجب النجوم اللي عنده توا طاقم تقني في المستوى، عنده مكتب في المستوى تنحترموه، ولكن اللاعبين ديالنا الحمد لله عازمين كل عزم باش ان شاء الله باش نخلقوا المفاجاه ان شاء الله. بالنسبه للاستعدادات تدوز في اجواء حماسيه الحمد لله، وان شاء الله كاع الدراري واعيين بالمسؤوليه وعارفين حجم المقابله، برغم ما غتكونش المقابله سهله كونتر فريق نادي بركه اللي فريق تا هو كبير، عنده تا هو خصو يحقق اللقب، تا هو خصو يحقق اول لقب عنده في التاريخ، وحنا ما غنكونوش ان شاء الله بالفريق السهل، حتى حنا غندخلوا عازمين ان شاء الله باش نحققوا نتيجه فوز، ما غير الفوز ما كاينش. الحمد لله حنا حققنا المبتغى الا هو اقصاء فريق الرجاء البيضاوي اللي هو فريق كبير، ووصول النهائي هذا ما جاش بالامر السهل، جاو بالتدريب وبالتدريب مكثفه وبالدراري ان شاء الله اللي مجموعين كنا مجموعين طول السنه اللي حققنا ان شاء الله نتائج الحمد لله مزيانه، وان شاء الله الحل النهائي ان شاء الله هو اللي غنجيبوا ان شاء الله الكاس اللي نهديوه لهذا الجماهير اللي كتساندنا، اللي غيكون ان شاء الله اول كاس في تاريخ الوداد الفاسي اللي غيجي ان شاء الله على يدينا حنا على جداد الجيل هذا. هذا نهائي تاريخي في المشوار ديال النادي، كنظن بان مباراه تاريخيه غتلعب على جزئيات بسيطه، لان تنهضر بركان عمره ما فاز بشي لقب، غادي يكون اول كاس في التاريخ ديالو، فكنظن غادي تكون مباراه متكافئه. صحيح ان نهضر بركان عليه ضغط كبير، هو المرشح الاول للفوز لان على الورق هما الفريق الاقوى، ولكن بينا في نصف النهائي بان ما كاينش مرشح في كاس العرش، جميع الفروق سواسيه. اللي نتمنى هو نديو مباراه كبيره والجماهير ديالنا تساعدنا، وان شاء الله ما يكون الخير، لان تايقين في المجموعه اللي عندنا وتايقين في الاداره التقنيه اللي عندنا، ونتمنى ان شاء الله ان يوم الاحد نجيبوا الكاس لمدينه فاس. وفي جميع الاحوال حتى الى مهما لا قدر الله ما جبناش الكاس، فالوصول النهائي فهو انجاز تاريخي بالنسبه لفريق وداد فاس. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.